الجار والجار وصل عليها هنبية الجار هنا وصل عليها هنبية انا شكاو للمواطنين شكاو للمواطنين اه دابا بالسيسما وراه تيران تاعو تيران تاع الدولة كونسيسيون ايه كيما تاعو انت تقول لي تاعو تاع الدولة ما انا ما نعطيلوش لا كونفورميتي حتى نشوف ثاني واش يدير للجيران Donc comme c'est un plan, c'est en forme de L qui donne sur deux voies. En matière de règle générale d'urbanisme, donc nous sommes dans la ville. C'est vrai que le secret de la Michoufoula, ça n'a pas le Walakin. Le plan de masse prévoit donc une implantation de bâtiments en L qui borde deux voies, deux rues corrompues, où on a un espace, une cour. Le point le plus proche à la mitoyenneté est de 6 mètres. Le point le plus proche, il est à 6 mètres de la mitoyenneté de ces. Oui, le Mouaïa, le Tarna, il y a une autre chose qui est en train de se faire. Tu as une commission pour voir s'il a réellement respecté son. Non. Quand il n'a pas respecté, il est tenu. Walhamdulillah ta'ala, wa barakatuh, min madinat Sour. في ولاية تيرت بالجزائر نتكلم نتكلم على السكنات نتاع الحي بجلة عبد الهادي في مدينة تيرت و كما تقولوا انتوما المرخي العقاري يعني الماسو اللي بنى هذيك البطيمة تاع 56 سكن ادى 3000 متر باطل من عند الدولة اعطته البنكة دراهم ما رجعش والكثرة تعدى على القانون الجزائري يقولوا له قال له القانون تبعد 6 متر للسكنات اللي قبلك سكناتنا توعنا تبعد 6 متر وتبني على روحك قال له من بعد شهر عندها 5 سنين وحنا نصبحوا 5 قال له من بعد نبني كيما هاك وبنى نعاودوا هذه المرة 1000 وبنى وكما راكم تشوفوا 2.80 وزاد دار لهم حيط غليظ تحت كما تشوفوا تحت هذيك الليل الفليشة الحمراء تحت باش جوارين ما يديروش باركينغ ولا لا لازم يديها غير هو وحده كل هذا تعدى على القانون كما راكم سمعتوا مدير السكن تاع ولاية تيرت كما راكم سمعتوا الوالي علي بقره اللي قال له ما نعطيلكش التطبيق على خاطر مش مطبق القانون وش قال له الوالي جديد قال له تلف جوارين يا راجل مش راك تقول يا الوالي تاع تيرت جديده شلك تهدر احنا نطلبوا بتطبيق القانون الجزائري وانت تقول له تلف جوارين لا احنا ضروك هادرتك اللي راك دايرها سمعتها كاع الناس ونزيدو نسمعوها السيد الرئيس
والسيد وزير الداخلية الحاج إبراهيم مراد ما تقولوش طرف جوارين، تقولوا طبق القانون. ما طبقش القانون تاع 6 متر تخلص. كيف تقول طرف جوارين؟ ما يتهناش بينا حنا. حنا حوسوا على تطبيق القانون. ولا انت ثاني راك معاهم، راك معاه. انا نهضر العلي بقرة الوالي الجديد تاع تيرت. انت ثاني راك معاهم ولا كيف؟ على خاطر ما تطبقش القانون تكون معاهم. واش يقول القانون؟ ها هو عندك مدير السكن يفهمك. كيف تعرف جوارين؟ هو مفعش على القانون، مفعش عليه تفعاس، وانت تروح تقول له تعرف جوارين. هذه ضحكة واحدة أخرى تضحكوا علينا ولا كيف؟ نعم سيد الرئيس، هذا الولي راه يضحك علينا، علي بقرة يضحك علينا نيشان، على الملع منا، يقول تلفوا جوارين، جوارين وصل لهم رسول الله إلى آخره، ومنا يسنيلو باش يروح يبيع السكنات، لا. متعدي على القانون، لازم يخلص ويروح يبيع. هذا اللي نطلبه احنا. الماسو كريم محنون لازم يخلص على الإهانات تاع الجوارين. 10 جوارين تحت، ياه 5 سنين وهم يطلوا لهم على ولدهم، وروح يرسق فيهم باطيمة لازق فيها. ها شوفوها اي باطيمة لازقة في الجوارين. هذه المرة نطلبوا من السيد الرئيس والسيد وزير الداخلية يدخلوا في الأمر. هذا كريم محنون كلانا قاع حتى الولي الجديد دخل في المعمعة كلاه. ذلك هو روح سنيلو تطبيق لا كونفورميتي. منين جات لا كونفورميتي؟ منين؟ راه متعدي على القانون. القانون يقول 6 متر ومن بعد قال 2 متر و80، وين راه لا كونفورميتي هنا؟ ما كاش كونفورميتي، ما كاش. هذه تعدي على القانون الجزائري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.